بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر 1960 قمنا بافتتاح صالون لمسات الدولي للفن التشكيلي تحت شعار لمسات فنية تترجم تاريخنا وهوية. قمنا بعرض لوحات فنية رصيد الجمعية تمثل في 380 عمل فني، بالإضافة إلى 70 عمل فني للفنانين المشاركين من مختلف ولايات الوطن وكذا من تونس الشقيقة. الحقيقة تشرفت وسعدت بهذا اللقاء في خنشلة، مش للمرة الأولى أكيد، ولكن لأول مرة الاحتفال بذكرى الشهداء الجزائريين اللي هما عندهم قيمة كبيرة برشا بالنسبة لنا.